السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله ده هيكون الفيديو الثالث بتاعنا في الكورس إن شاء الله، ده نظام الغياب. أنا دلوقتي حضراتكم بعت لحضراتكم ملف موجود فيه أنا سيكشن نمبر 1 مثلا، وآدي الأسماء بتاعت الناس، وكل واحد فينا عارف دلوقتي هو الكود بتاعه رقمه كام، اللي هينطلب منه في رابط الحضور اللي شرحناه في المرة السابقة. طيب أنا دلوقتي عايز أتأكد من رابط الحضور ده، رابط الحضور إيه المكان اللي أنا هقدر أتأكد إن أنا المحاضرة الأولى حضرته وهكذا. هنحط ان شاء الله في وصف المجموعه بتاعتنا اللي موجوده على الواتساب، هنحط لينك للوصول للمكتبه. المكتبه دي هيكون فيها ايه؟ المكتبه هيكون فيها الاسماء والاكواد، وهيكون موجود فيها الداتا، وهيكون موجود فيها ملف الغياب. ملف الغياب هيبقى عباره عن شيت اكسل هيكون موجود فيه الاسم باللغه الانجليزيه، طبعا هيكون جنب حضرتك رقم الكشف، وبعدين المحاضره الاولى، المحاضره الثانيه، المحاضره الثالثه، التاسك الاول، التاسك الثاني، التاسك الثالث، درجه الاختبار الاول، الاختبار الثاني، الاختبار الثالث، على حسب سير العمل مع المحاضر. حضرتك لو حضرت المحاضرة هتحط جنبك واحد، لو ما حضرتش المحاضرة إما بتكتب صفر أو بتكون متسابة فاضية. ده كده حضرتك تقدر تخش بكل سهولة، معاك رقم الكشف بتاعك، تنزل لحد رقم الكشف وبعدين تروح واخد الإيه؟ المكان، تروح شايف تسجيل الحضور بتاع حضرتك وتتأكد إن هو سليم وتمام ومفيش أي مشكلة فيه. حصلت أي مشكلة حضرتك بتتواصل معايا. ده شرح البسيط جدا لموضوع الكشف وكذلك الاختبار. بعد الاختبار يا إما بتظهر الدرجة أو بنكتب باست أو نوت أكسبتد أور نوت أكسبتد، يعني هل تم قبول الدرجة أو تم قبول التاسك ده أو لأ. ودايما الكشف بيحصل له تطوير وتحديث. وطبعا اي حد بيحصل له اي مشكله، الاسم فيه مشكله، يعني مثلا في اسماء مثلا بتبدا كابيتال اول حرف، حد مثلا يكون مثلا الاسم بتاعه مثلا مش كابيتال ليتر مثلا في اول حرف، وحابب ان هو يعدل الاسم مثلا، بيبعت لي انا على الواتساب طبعا على الرقم اللي اتبعت لحضراتكم على الايميل، انا رقم كشف وليكن مثلا رقم 2، عاوز الاسم يبقى واكتب لي الاسم كامل، انا ما بغيرش حاجه بايدي. انا حضرتك بتروح باعت لي انا رقم كشف مثلا رقم 3، الاسم عايزه يبقى كده، بروح واخد الاسم اللي اتكتب عندي بالظبط كوبي، واروح جاي في شيت الاكسل حاطه بيست، لا بعدل ولا بكتب لحد حاجه، يعني لا بعدل انا الحروف، اخلي الكابيتال كابيتال او السمول سمول، لا ما بتعاملش مع الموضوع ده خالص. حضرتك بتروح باعت لي الاسم زي ما انت عايزه بالظبط. عايز، في ناس طبعا بتكتب اللقب مثلا دكتور دي ار، في ناس بتكتب مثلا اي ان جي، كل ده حضرتك اللي بتعمله، انا ماليش دعوه بالموضوع ده علشان ما يحصلش اي اخطاء في الاسم او حاجه زي كده، ونلجا بعد كده للتعديل. بس ما فيش اي مشكله في موضوع التعديل، حضرتك تبعت لي مره، تبعت لي مرتين، تبعت لي ولو مليون مره قبل اصدار الشهادات، علشان الاسم يبقى كده الاسم كامل، الاسم ما فيهوش اي مشكله. وطبعا مش بيتعدل الاسم على طول، لان انا ببقى شغال على اللابتوب فلسه بحمل الحاجات دي، فكل ما هبعت لحضراتكم مثلا على الجروب تم تحديث الكشف، يبقى كل التعديلات اللي تمت خلال الفتره السابقه تمت واترصدت. اللي كان عنده مشكله في الغياب وحليناها الحمد لله، يبقى اترصدت درجه الغياب. اللي كان عنده مشكله في الاسم عدلنا الاسم والحمد لله الاسم وصل في مكانه. ده دايما ايه اللي بيحصل. طبعا انا ممكن ما بردش على الرسائل على طول، بس طول انا ما بفتحش الرساله لو انا جنب الكمبيوتر مثلا، بحيث ان انا انفذ الطلب على طول، لكن انا لو فتحت الرساله للاسف بيبقى عندي كم رسائل كبير مش بلحق، يعني لو فتحت الرساله ونسيت للاسف ممكن ما انفذش اللي حضرتك طلبته. فطول ما الرساله ما اتفتحتش طمن حضرتك باذن الله هاجي اول ما هكون جنب الكمبيوتر هفتح وهشوف الايه الرسائل اللي موجوده والطلبات بتاعت الناس وابدا انفذها ان شاء الله. وان شاء الله في الفيديو اللي بعد كده هنوضح للناس اللي ما تعاملتش مع برنامج الزوم قبل كده ايه الادوات الاساسيه اللي بنشتغل فيها داخل برنامج الزوم، ايه الازرار المهمه، ايه الايقونات المهمه داخل برنامج الزوم اللي انا هتعامل بيها خلال الكورس بشكل مبسط جدا، لمجرد حضرتك حاضر داخل البرنامج الزوم ليس الا. شكرا جزيلا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.